إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم الخير والبركة. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلق قبل قليل الشوط الثاني عشر للقعدان اللقاية، ومن مسافة 4 كيلو مترات هي المسافة التي سوف ترويها لنا هذه الشعارات المتألقة. مع المركز الأول أسير، مع البداية أسير، مع البداية مع شعار سفر بن عقاب بن مساعد زيد الشريف، من يقدم لنا الطيار مع المقدمة. المركز الثاني أرى القادم مع المركز الثاني عبد الله بن حنس بن مسحل المقاطي العتيبي مع ثاني المراكز. المركز الثالث قدوم من قبل هذا الاسم من شعار سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، مرحبا يا بن منانة بهذا الوصول. من يقدم لنا اسمه سعالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، من يقدم لنا اسمه مع شاهين. المركز الرابع مرحبا بهذا الوصول، أرى شعار السويدية قادم مع المركز الرابع أحمد بن سلطان بن خليفة السويدية، من يتقدم ويقدم لنا دباوية مع المركز الرابع. والمركز الخامس أرى شعار بن زيتون، من يتقدم ويقدم لنا شعار محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيرية، من يقدم لنا مبشر. المركز الخامس في هذه اللحظات أو السادس، من يتقدم في هذه اللحظات، من يقدم لنا اسمه جزام بن مذكر بن فرحان الرشيدي. يعود وإياكم إلى المقدمة إلى البداية إلى المركز الأول، من يتقدم شعار بن منانة سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع المركز الأول، من يقدم لنا اسمه وشعاره مع شاهين مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني أرى الوصول من قبل شعار بن حنس العتيبي، من يتقدم ويقدم لنا اسمه مع المركز الثاني عبد الله بن حنس العتيبي، من يقدم لنا اسمه وشعاره مع المركز الثاني مع موفق، من يتقدم ويقدم لنا موفق عبد الله بن حنس العتيبي. محمد بن عتيق بن زيتون مع المركز الثالث، من يتقدم ويقدم لنا اسمه مع مبشر. المركز الرابع أرى القدوم والتسلل من قبل هذا الاسم وهذا الشعار الواصف في هذه اللحظات، من يتقدم بن بيشان، من يتقدم ويقدم لنا اسمه في هذه اللحظات. شعار بن بيشان مع المركز الرابع في هذه اللحظات، من يتقدم ويقدم لنا اسمه. شعارك يا بن بيشان، بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان الرزقة العجمي، من يتقدم ويقدم لنا اسمه وشعاره في هذه اللحظات مع مياس. المركز الخامس أرى التسلل من قبل هذا الاسم ومزيد بن سمير بن مليحان الشمري، من يقدم لنا اسمه مع شاهين. أعود وياكم إلى البداية إلى بن منانة مع المقدمة مع المركز الأول سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع المقدمة، مسيطر تمام السيطرة بن منانة مع المركز الأول. والمركز الثاني أرى القدوم والتسلل من قبل هذا الاسم وهذا الشعار محمد بن عتيق بن زيتون المحيرية مع مبشر مع المركز الثاني وثالث مراكز. شعار عبد الله حنس بن حنس العتيبي، من يقدم لنا اسمه مع موفق. والمركز الرابع أرى القدوم من بيشان بن محمد بن بيشان، من يتقدم ويقدم لنا اسمه وشعاره مع مياس. وخامس المراكز أرى القدوم من شعار مزيد بن سمير بن مليحان الشمري مع مدهول، من يتقدم الشمري مع المركز الخامس. أعودك يا بن منانة مع المقدمة، يا سلام يا بن منانة، من يتقدم ويقدم لنا اسمه
وشعاره مع شاهين سالم بن سعيد بنغدير بن منانة الاكتفي من يتقدم ويقدم لنا اسمه ولكن بن زيتون المجازب مع المركز الثاني لا محالة يا بن زيتون قادم بكل قوة وبكل جدارة بشعاره وباسمه المتألق دائما مع الأشواط الرئيسية شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا اسمه مع مبشر مع المركز الثاني وثالثا عبد الله بن حنس المقاطي العتيبي من يقدم لنا اسمه وشعاره ورا الوصول من قبل هذا الشعار مزيد بن سمير بن مليحانة الشمري من يقدم لنا مدهول ولكن بن منانة سالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مع المقدمة لا زال مسيطر بن منانة من انزل اطلاقة هذا الشوط مسيطر تمام السيطرة ولكن بن زيتون واصل لا محالة يا ابو سعيد قادم المجازف ولكن الله يا شاهين وسالم بن سعيد بن منانة احد الضيوف القادمون من دولة الامارات العربية المتحدة يا سلام عليك يا سالم تسلم يدينك يا سالم يا بن سعيد يا بن منانة يا ابن غدير يا ابن غدير راح ابن وماس هذا الشوط سالم بن سعيد بن منانة يا حافظ على شاهين روح شاهين بشعار سالم بن سعيد بن منانة الله يا بن منانة سالم بن سعيد بن منانة تسلم يمينك يا بن منانة وتهانينا والنموس لسالم بن سعيد بن منانة بن غدير على فوز شاهين مشكور يا بن منانة مشكور ملك جن مني جزيل الشكر والعرفان كان في المركز الثاني عبد الله بن حنس العتيبي وثانيا محمد بن عتيق بن زيتون ورابعا كان شعاره مزيد بن سمير بن ملحانة الشمري مع مدهال والمركز الخامس كل ما قلت قضيت يقول حاتي المركز الخامس شعار حشر بن ظفر الهاجري من قدم لنا اسمه ومع جلمودي ننتانينا والنوموس لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي من قدم لنا اسمه وشعاره على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ها هي لحظة وصول شاهين بشعار سالم بن سعيد بن منانة مشكور يا بن منانة والتوقيت الزمني 6:25 24 جزء من الثانية تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي مشكور يا بن غدير وتهانينا والناموس هذا الشوط لك يا بن غدير المركز الثاني كان موفق وعبد الله بن حنس العتيبي والتوقيت الزمني 6:32 جزئين من الثانية تهانينا والناموس لك يا عبد الله بن حنس العتيبي ثالثا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من قدم لنا مبشر وتوقيت الزمنية 6:33 وجزئين من الثانية تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الرابع أشاهد هذا الوصول من قبل هذا الاسم وهذا الشعار مع المركز الرابع كان في هذه اللحظات شعار مزيد بن سمير بن ملحان الشمري من قدم لنا مدهال وتوقيت زمني 6:35 و69 جزء من الثانية والمركز الخامس كان شعار حشر بن ظفر الهاجري من قدم لنا اسمه مع جلمود وكان التوقيت الزمني توقيت جلمود 6:46 و57 جزء من الثانية تهانينا والناموس لك يا ابن غدير على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.